على التليفون معانا من الامارات الصديق العزيز وزميلنا في برنامج الماتش نائب رئيس التحرير عمرو الجرزاوي. عمرو، منور الدنيا، ازيك؟ الحمد لله، ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. احكي لنا اهم ملاحظات نائب رئيس تحرير الماتش من الامارات. يعني خليني اتكلم معاك من بعد ما الحكم محمد البنا نهى المباراه بتفوز النادي الاهلي. هنتكلم على اللقطه الابرز، لقطه محمود متولي. عايز اقول لك الملعب كله ما حدش خد باله من اللقطه غير محمد الشناوي بس. صح، محمد الشناوي فقط لا غير هو اللي كان عمال ينادي على ان اللعيبه كمان مش سامعاه، وهو ده كان سبب عصبيته انه اللعيبه مش سامعاه وشايف محمود متولي. ايه اللي حصل لمحمود متولي؟ مفيش غير محمد الشناوي هو اللي شافه. طبعا بعد ما الناس شافته اللعيبه جت والدكاتره، وهقول لك لقطه يعني ما تدل على ان الروح الرياضيه كانت هي اللي سائده رغم المناوشات الكتير اللي حصلت في المباراه. اللي عجبني اكتر تصرف دكتور ابو عبله في الموقف ده، واللي عجبني اكتر واكتر تصرف اللعيبه السريع في انه يجيبوا المعدات لدكتور ابو عبله. مصطفى شوبير عمل سبرنت مش طبيعي عشان يجيب المعدات لدكتور ابو عبله عشان يلحق متولي. طبعا كل الملعب كان بيقول يا رب بصوت واحد، ما هم مش عارفين في ايه، بس الملعب كله ساكت مستني ان محمود متولي يقوم يقف بالسلامه. وده اللي حصل. الحمد اول لله. ما محمود متولي الدكتور ابو عبله قدر يحل الموقف، كابتن طلعت عبد الحفيظ راح مسقف، فالجمهور كله سقف وشجع متولي بصوت واحد. الروح الرياضيه اللي انا عايز اقول لك عليها، اغلبيه لعيبه بيراميدز كانت واقفه جوه الدايره اللي موجوده ومحمود متولي بيتعالج، منتظرين الاطمئنان عليه. شناوي، علي جبر، بلاسي توريه، الشيم اللي هو اللي عمل المشكله، كله دول كانوا واقفين منتظرين ولحد ما قام محمود متولي. ما اتحركوش لحد ما محمود متولي قام ووقف على رجليه. لقطه كمان تثبت الروح الرياضيه، كهربا. كهربا بعد ما الاطمئنان على محمود متولي راح على دكه بيراميدز بالكامل. سلم على فرد في فريق بيراميدز. ما سابش حد في فريق بيراميدز ما سلمش عليه. وهارد لك ومباراه كويسه. هي دي اللقطات اللي عجبتني اكتر من المناوشات. المناوشات طول المباراه في مناوشات. الشيبي بعد اللقطه اللي حصلت مع معلول، عايز اقول لك حصل يعني بقوا متحفزين لبعض. ولما حسين الشحات كمان نزل بقى متحفز برضو اكتر. فحتى الحكم محمد البنا راح حذر لحسين الشحات في لقطه. محمود البنا، سوري انا اسف، محمود البنا راح حذر الشحات في لقطه. الشيبي بيرفع الاوفر، فالشحات بدوره بيحط رجليه فالكره طلعت كورنر. فضحك له كده ضحكه سخريه. والبنا راح محذره ان ما يحصلش الكلام ده تاني. لا، انا مش قصدي ان يكون في مناوشات. فالمهم الموضوع خلص بسرعه. طبعا النقطه الابرز ان رمضان صبحي ما حضرش التتويج، احمد فتحي ما حضرش التتويج، ده اللي انا شفته بعيني. المقصوره بتاع الصحفيين عاليه جدا، بس ما هو ما حضرش. انا متاكد ان هو الدكتور مهند مجدي حضر على الـ على الـ المنصه، على الستيج. حضر على الستيج. حضر. تمام، موجود. تمام، كان موجود اخر واحد. يعني اخر واحد من بعد الناس كلها ما اتحرك، هو كان واقف اخر واحد. تمام. ايه تاني؟ الجمهور بقى، المناوشات العاديه. رمضان صبحي طبعا يعني كان هو الابرز هنا، المناوشات مع الجمهور. انه لما بيستلم الكوره الجمهور بيبتدي يصفر على طول. بعديها لما حصل المشكله بتاع الشيبي نفس الكلام. بعديها فخر الدين بن يوسف نفس الكلام. دي المناوشات الاكبر ما بين الجمهور وما بين اللعيبه وما بين اللعيبه وبعضها. واللقطه الابرز بتاعت الروح الرياضيه هي دي اللي عجبتني جدا 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 في المباراه. ايه ابرز الهتافات؟ بما انك اتكلمت على الجمهور، ايه ابرز الهتافات؟ جمهور الاهلي في الدقيقة 7 هتف الهتاف بتاع كهربا. تمام. بعد الهتاف اللي هو يعتبر عمل الأزمة كلها. هتاف الأزمة في الدقيقة 7. وبعدين في أثناء المباراة هم كانوا شايفين، كانوا دايما بيحاولوا يشجعوا للعيبة إن السوبر مش هيروح. بالدم بنروح، السوبر مش هيروح. فكانت كلها هتافات تشجيعية من الجمهور للعيبة في أرض الملعب. ما كانش فيه هتافات. والرسالة طبعا كان في رسالة لمجلس الإدارة، رفع جمهور النادي الأهلي رفعها. سيظل إمتى التجاهل ضد الجمهور. تمام، أتذكر يعني المسج.
دي المسجات اللي كانت موجودة بكل هدوء وبكل ما كانش فيه تجاوزات في المباراة، المناوشات العادية فقط لا غير، وده يعني طبيعي بيحصل في المباريات النهائيات برضو كمان، وخاصة بقى طبعا أهلي وبيراميدز أو أهلي وزمالك، فأنت عارف طبعا الجمهور هنا بيبقى إيه متحفز شوية. بس كان المباراة في المجمل ليها كنت شايف إن هي مباراة روح الرياضية هي اللي سائدة فيها رغم المناوشات اللي حصلت في الملعب. مظبوط، بشكرك جدا عمرو الجرزاوي نائب رئيس تحرير برنامج الماتش من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. أكيد